طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية والمفصلة من قناة الغد المشرق. ناقش مجلس القيادة الرئاسي آخر تطورات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وحتى الخدمية. وأكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه للجهود الأممية الرامية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هازن جروندبيرغ في سبيل إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين، مجددا تمسكه بالهدنة الإنسانية ومشددا على ضرورة الرفع العاجل للحصار الحوثي على مدينة تعز وكافة المدن اليمنية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد أبو زرعة المحرمي وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، وأشار أبو زرعة المحرمي إلى أهمية الحفاظ على ممتلكات وزارة الأوقاف وإيجاد حلول لمشكلات العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل أطراف أخرى. وأكد المحرمي على أهمية توجيه أئمة وخطباء المساجد لنشر روح التصالح والتسامح ونبذ الفرقة وإدانة كل الأعمال الإرهابية. قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم في لقاء خاص مع الغد المشرق سيعرض اليوم الساعة 10:30 مساء بتوقيت اليمن إن الوقت مناسب لإصدار قرار دولي جديد يواكب المرحلة الحالية، وأضاف أن مجلس الأمن سيكون جاهزا لتمرير قرار جديد عندما تكون هناك تسوية سياسية بين الأطراف في اليمن. تعتبر المملكة المتحدة حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي، وكما قلت سابقا فإن مجلس الأمن سيكون جاهزا لمناقشة وتمرير قرار جديد عندما تكون هناك تسوية سياسية بين الأطراف في اليمن، ولازلت أؤمن بأنه الوقت المناسب لقرار جديد. أعتقد أن مجلس الأمن كان واضحا بخصوص المستجدات الأخيرة وقام بالترحيب بتشكيل المجلس الرئاسي، ويتطلع إلى وصول المجلس لتسوية سياسية نهائية. وعلق السفير البريطاني على عودة مؤسسات الدولة إلى الداخل اليمني، وقال إن استقرارها في عدن خطوة إيجابية، وخاصة مجلس النواب الذي لم يحظى بفرصة للاجتماع منذ وقت طويل، وأضاف أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على العاصمة عدن. أعتقد أن استقرارهم جميعا في عدن خطوة إيجابية جدا، وخصوصا مجلس النواب الذي لم يحظى بفرصة للاجتماع لوقت طويل، لذلك أعتبر هذه خطوة إيجابية للأمام، وأتمنى أن يسعد ذلك الشعب اليمني. الآن يبدأ العمل الحقيقي في كيفية تحقيق الأفضل لليمن والبدء في تحسين الوضع في عدن، حيث أن الوضع الأمني لم يكن في أفضل حال خلال الأعوام السابقة. نظمت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي أمسية رمضانية جمعت قيادات في المجلس الانتقالي وصحفيين وإعلاميين جنوبيين، وذلك لمناقشة المخرجات التي أسفرت عن مشاورات الرياض. خلال أمسية رمضانية أقامتها الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ناقشت مخرجات مشاورات الرياض، وحضرها صحفيون وإعلاميون وقيادات سياسية في المجلس الانتقالي. نوه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي علي الكثيري إلى ضرورة توحيد الصف الإعلامي والعسكري والسياسي ضد الحوثيين، مؤكدا أن المشاورات خرجت بتشكيل مجلس وطني إعلامي لرسم الاستراتيجية الإعلامية واستعادة دور العاصمة عدن في هذا الخصوص. توحيد الصف المناهض للحوثي، بمعنى أن العدو المشترك للجميع هو الحوثي، وبالتالي ينبغي أن توجه المعارك سواء سياسية أو عسكرية أو إعلامية باتجاه هذا العدو، مع ضمان أن يكون الجنوب وضعه في إطار التسوية القادمة، بحيث أنه يكون في إطار القضية الجنوبية. توافق القضية الجنوبية القضية القائمة لا يمكن أن نتنازل عليها ولا يمكن أن نتراجع عليها، ونحن نعطي فرصة نعتبرها فرصة أخيرة بالنسبة للأقاليم الشمالية، يا أما أن يحرروا بسرعة ونحن سنساعدهم في هذا الأمر، يا أما يعلنوا فشلهم وبالتالي لا يكون حجر عثرة في طريق الجنوبية لاستعادة دولتهم وإعلانها. هذا أعتقد أننا نعطي فرصة لهم.
رئيس وحدة المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي أكد أن مشاركة المجلس في المشاورات ثبت وجوب حل قضية شعب الجنوب في مفاوضات إنهاء الحرب وإحلال السلام، منوها أن قبول المجلس بالمشاركة في الحكومة من أجل تحقيق أهداف التحالف العربي ومواجهة الميليشيات وتحرير صنعاء، مؤكدا التمسك بالثوابت الوطنية حتى تحقيق تطلعات شعب الجنوب. حضرنا بصدد التعرف من القيادة خاصة رئيس وفد التفاوض وعضو هيئة الرئاسة الدكتور ناصر الخبجي عن آخر المستجدات التي دارت في مشاورات الرياض وما مصير اتفاق الرياض وكذلك كثير من القضايا العالقة، أيضا نتعرف منهم على ما الذي يمكن تطبيقه من خلال يعني إنعاش الخدمات ومعالجة الوضع الاقتصادي ودفع المرتبات. أيضا هم طرحوا كثير من النقاط وما فيها محددات إعلامية. استمعنا من اللخوة في الهيئة الوطنية للإعلام على أهم النقاط التي تم مناقشتها فيما يخص المحور الإعلامي في مشاورات الرياض، حيث أكد الأخوة في الهيئة الوطنية على يعني العدو المشترك الحوثي الذي طبعا هو المحور الأساسي اللي تم مناقشته في مشاورات الرياض. طبعا مثل هذه اللقاءات يعني تعطينا كثير من المعلومات فيما يخص مستجدات الجانب الإعلامي فيما بعد مشاورات الرياض. وخلال الأمسية استعرض عضو رئاسة المجلس أبرز الإنجازات المتفق عليها خلال المشاورات والمتعلقة في تصحيح اختلالات الحكومة الشرعية في مختلف قطاعاتها ووزاراتها ومعالجتها، داعين إلى ضرورة التفاف الجميع وتوحيد الصف الجنوبي خلف قيادته حتى تحقيق كافة الأهداف المنشودة. أمسية رمضانية ضمت قيادات سياسية وصحفيين وإعلاميين لمناقشة أبرز المتغيرات الناجمة عن مشاورات الرياض، داعية إلى توحيد الخطاب الإعلامي الجنوبي والالتفاف خلف القيادة السياسية حتى تحقيق كافة التطلعات والآمال المنشودة لأبناء الجنوب. صالح نش، الغد والمشرق، حاتم. أعلنت الحكومة عدم إعطاء تصريح لأولى الرحلات التجارية من مطار صنعاء بسبب عدم التزام ميليشيات الحوثي بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة، متهمة الميليشيات بمحاولة استغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها خارج البلاد بأسماء ووثائق مزورة. فضحت الحكومة عراقيل ميليشيات الحوثي أمام تشغيل مطار صنعاء عبر اعتماد الانقلابيين لوثائق سفر مزورة واحتكار بيع التذاكر. وأكدت الحكومة في بيان أنها حرصت على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، وقامت بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الذي قاده مبعوث الأمم المتحدة للبلاد. وقالت الحكومة في بيانها إن الميليشيات الحوثية قامت وعبر مكتب اليمنية في صنعاء بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر، وحصرت الإصدار على مكتب اليمنية في صنعاء، وتم إصدار تذاكر للمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن الميليشيات. وأضافت الحكومة أنه حرصا على سلامة الإجراءات وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة، طلبت وعبر مكتب المبعوث الخاص ضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات معترف بها. وأوضحت أنه نتيجة رفض وعرقلة الميليشيات الحوثية تم تأجيل الرحلة المجدولة اليوم حتى يتم العودة لالتزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه. وجددت الحكومة التذكير أنها أعلنت منذ شهر مارس 2017 بطلان أي وثائق سفر صادرة عن الحوثيين، وقد سهلت للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين عملية الحصول على الجوازات من مراكز الإصدار في المناطق المحررة. إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز غروندبيرغ عن قلقه إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء، وحث المبعوث الأممي في تغريدات لمكتبه الإعلامي في تويتر الأطراف على العمل بشكل بناء لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هي أو مخطط لها. وأكد غروندبيرغ أن الهدف من الهدنة هو خدمة المدنيين من خلال الحد من العنف وتوفير الوقود وتعزيز حريتهم في التنقل.
استمرت ميليشيات الحوثي في خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الضالع، وأكد متحدث جبهة محور الضالع القتالي فؤاد جباري أن الخروقات بلغت 337 خرقا استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منها طائرات مسيرة تحمل مقذوفات متفجرة وقذائف هاون. وقد تركزت معظم هذه الخروقات في جبهة مريس وقطاعات باب غلق والفاخر وصبير الجب وبتار والثوخب. رصدت القوات الحكومية 94 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي في محافظات تعز والحديدة وحجة ومأرب وأبين وصعدة. وأشارت القوات الحكومية إلى أن الميليشيات الحوثية صعدت من قصفها على مواقعها في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستخدمت صواريخ الكاتيوشا لاستهداف مواقع في خطوط التماس بأطراف مقبنة وشمير وغرب تعز، كما استهدفت بصاروخين موقعا عسكريا في جبهة الأعارف جنوب محافظة مأرب. تمضي الصحفية نادية مقبل يومها 27 في معتقلات ميليشيات الحوثي منذ اختطافها في 28 من شهر مارس بأحد شوارع صنعاء. وكانت الصحفية المستقلة نادية مقبل في مهمة إعداد تقرير عن غلاء الأسعار مع دخول شهر رمضان في صنعاء لصالح منصة إخبارية محلية، قبل أن تباغتها دوريات أمنية ما تسمى داخلية الحوثي حيث قامت باعتقالها. وبحسب المصادر فإن ميليشيات الحوثي أودعت الصحفية نادية في محتجز حزيز الأمني في أمانة العاصمة صنعاء. كشفت الأمم المتحدة عن مؤتمر دولي لجمع تبرعات من أجل مواجهة تهديد خزان صافر النفطي. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي على صفحته في تويتر إن الأمم المتحدة تعمل على المساعدة في منع كارثة بيئية وإنسانية متمركزة قبالة ساحل البحر الأحمر باليمن. وأشار إلى أنه في 11 من شهر مايو المقبل ستشارك الأمم المتحدة وهولندا في رئاسة حدث إعلان التبرعات للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. أمسية رمضانية تناقش القضايا المجتمعية لمديرية دار سعد في العاصمة عدن. أهلا بكم مرة أخرى. نفذ مركز الملك سلمان خلال الربع الأول من عام 2022 مشروعين لدعم مواجهة وباء كورونا المستجد وبرنامج الاستجابة الصحية في حالات الطوارئ. ويتضمن المشروع إنشاء 60 نقطة فرز بصري في المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيز 60 منشأة صحية بالأجهزة الطبية لمكافحة الفيروس، إضافة إلى تسليم أجهزة طبية لأقسام الطوارئ والعناية المركزة وأمداد 60 منشأة صحية بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وتدريب الكوادر الطبية. نظمت السلطة المحلية بمديرية دار سعد الأمسية الرمضانية بالتنسيق مع كلية المجتمع بالعاصمة عدن وناقشت القضايا المجتمعية التي تخص المديرية. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير. برعاية مدير عام مديرية دار سعد وبالتنسيق مع عمادة كلية المجتمع عدن، نظمت السلطة المحلية بمديرية دار سعد الأمسية الرمضانية مع الشخصيات المجتمعية تحمل بعنوان دار سعد الحاضر والأفاق المستقبلية. من خلال هذا اللقاء نستمع إلى كوكبة من هذه الشخصيات لكل المشكلات والصعوبات التي تواجه مديرية دار سعد، خصوصا فيما يتعلق بمجال الخدمات كهرباء، مياه، صحة، مجاري إلى آخر. ومن خلال هذه الأمسية نستشف من هذا الكوكبة ما هي السبل والحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلات. هذه الأمسية هي اليوم يعني تعنى وتستكشف الكثير من المشاكل التي تعاني منها مديرة دار سعد وما هي المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستكون من ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2022. ونحن نأمل أنه توفير الخدمات للمديرية والاهتمام بكل القطاعات سواء كان قطاع الشباب أو المرأة أو الخدمات.
الأمسية الرمضانية الخاصة ناقشت القضايا المجتمعية للعديد من المشكلات لمديرية دار سعد، والذي تم عرض المشاكل وتقديم الحلول مع مجموعة من الشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال، والذين شددوا على أهمية تطوير المرافق والخدمات الخاصة للمديرية. الهدف من المشاركة في هذه الأمسية هي معالجة أو استشراء يعني آراء الناس في مديرية دار سعد من كافة الطوائف، الشخصيات الاجتماعية والمكتب التنفيذي وجميع المسؤولين ومن يحضر إلى هذا الأمسية. الهدف منها هو استعراض الصعوبات التي تواجه هذه المديرية وكذلك المقترحات والمعالجات التي يجب أن تطرح. إن مديرية دار سعد توجد بها كوادر لا غنى عنها، قادرين على تقديم خدمات متكاملة من أجل معالجة تردي خدمات المديرية وتدهورها وإعادة ونهضة الطموحات التطويرية لها. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن. اختتمت في مدينة المكلا الدورة التدريبية المكثفة في فن القيادة والإدارة، واستهدفت الدورة التي نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي أعضاء الهيئات التنفيذية لتنسيقيات طلاب جامعة حضرموت. فن القيادة وإدارة فريق العمل. اختتام الدورة التدريبية المكثفة للهيئات التنفيذية لتنسيقيات طلاب كليات جامعة حضرموت. الدورة نظمتها القيادة المحلية الانتقالي المحافظة تحت رعاية الرئيس أيدروس الزبيدي. أننا في الجنوب قادمين على مرحلة تتطلب منا تمكين الشباب في المؤسسات وفي دوائر الدولة، ولكن يجب أيضا في تأهيلهم بما يمكنهم من القيام بواجباتهم على أفضل وجه. هذه الدورة ليست الدورة الأخيرة، ولكن هي فاتحة لدورات أخرى لتلبي متطلبات الشباب في المرحلة القادمة. 30 متدربا ومتدربة استهدفتهم هذه الدورة. المشاركون تلقوا على مدى 3 أيام متتالية محاضرات نظرية وحلقات نقاشية مكثفة عن المبادئ الأساسية للشخصية القيادية وكيفية إدارة فريق العمل وغيرها من المهارات الأخرى. اليوم الثاني انطلقنا إلى تمرينات وتطبيقات خاصة بفرق العمل، من حيث بداية تكوين فريق العمل والمراحل التي يمر فيها فريق العمل، وأيضا التحديات اللي تواجه أي فريق عمل لإنجاز أي مهام. اليوم الثالث انطلقنا إلى موضوع القيادة وصفات القائد وأنواع وأساليب القيادة. حقيقة المشاركين كانوا متفاعلين جدا، وبفضل الله جزء من نجاح هذه الدورة هو مشاركاتهم وتفاعلهم داخل هذه الدورة. نحن كطلاب استفدنا من هذه الدورة حاجات ومعلومات كثيرة تنمي من قدراتنا وتطور من مهاراتنا، أيضا نقدر نخدم بها الآخرين. تلقينا كثير من المعلومات من خلال هذه الدورة كنا نجهلها، فكل الشكر والتقدير للقائمين على مثل هذه الدورات التدريبية، ولن تذهب هذه الدورات عبثا، فنحن شباب المستقبل وسنغير وسنغير وسنغير. هذه الدورة ستسهم في تطوير قدرات هؤلاء الشباب وتمكنهم من قيادة هيئاتهم التنسيقية في جامعة حضرموت بكفاءة عالية. القائمون على هذه الدورة يأملون أن يروا مخرجات التدريب على أرض الواقع. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. تحولت ساحة قاعة ألبرت الملكية في لندن إلى منطقة لتناول الأفطار الرمضاني، وشهدت حضور 500 صائم في حادث ضخم. نتابع. أشهد أن محمد رسول الله. عليك لآية للمؤمنين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
رجح عالم المناعة الروسي فلاديسلاف جيميتشوجوف أن يصبح فيروس كورونا عدوى موسمية أن يكتسب مضيفا حيوانيا له في الطبيعة. وفقا للعالم الروسي فإن ظهور مضيفات فيروس كورونا في عالم الحيوان ليس خطيرا على البشر وهي عملية طبيعية بشكل عام. وخلص الخبير إلى أنه مع انخفاض مناعة البشر قد يصاب الناس مرة أخرى بالفيروس عبر تلقي الفيروس من مضيف حيواني من الطبيعة. ختام هذه النشرة ولمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوية.com وتابعونا أيضا عبر تطبيق نبض الأخبارية للقاء.